نذهب الآن إلى بريدة وبالتحديد من موقع مهرجان التمور الزميل سعود الخلف من هناك. حياك الله يا سعود وعطينا الأجواء عندك. بسعود تروح أقول هلا بالعيال. هلا هلا فيصل هلا هلا مايا. خليني أقول شغلة قبل لا نبدأ في التمور. صباح الخير وصباح النور هي تعني صباح العربية وصباح الورد بعد. السبب إطلالتكم الجميلة اللي أضفت على البرنامج الشيء الكثير بعد انطلاقته الجديدة. شكرا لك. نورنا وعلى قولك هلا بالعيال. حبيبي قل لي طيب إيش الأجواء عندك؟ كيف أجواء الاحتفاء يعني كيف أجواء المهرجان بشكل عام؟ طيب خلينا نبدأ من الأخير. طبعا المهرجان حقق صدى واسع سواء محليا أو خارجيا. هذا يعود إلى أنه منتج التمور اللي موجود في هذا المهرجان هو منتج متميز. كانت أعداد كبيرة أو كميات كبيرة دخلت إلى هذا السوق بيعت بأرقام خلينا نقول أرقام فلكية وفي أوقات قياسية. في مزاد يبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى تقريبا الساعة السابعة يكون صباحا قد انتهى هذا المزاد. سيارات خلينا أقول لك 3000 أو 2000 سيارة تدخل إلى هذا المهرجان تحمل قرابة 1000 طن من التمور تباع ب 30 أو القيمة التقريبية 30 مليون ريال يوميا. هذه الأرقام الفلكية تدل بأن هذا المهرجان يستحق كل هذا الصدى اللي حققه. تدل أيضا أن أنت لازم تنتقل إلى قسم الاقتصاد يا أستاذ سعود على هذه الخلفية الرقمية. بس إحنا كمان سمعنا أنه صار لك 3 أيام ردنا أنه أنت بالضبط ردنا أنه أنت تركت الاقتصاد وجيت لصباح العربية. سمعنا أنه صار لك 3 أيام في المهرجان مستانس والله سعود بشكل عام. أيوه شارد من الحر بالضبط والعجبك الوضع أكيد اللي في القصيم لازم يكون مستانس يعني مع التمور ومع هالوجوه الطيبة. أي والله صادق صادق والله. عموما المزاد انتهى الآن. احنا الآن في سوق تجزئة. المهرجان فيه تفاصيل عديدة وكثيرة. أنا ما راح أقدر أعطيكم كل هذه التفاصيل. راح يعني أرجو أنكم تسمحوا لي أني أنا أستضيف الأستاذ عبد العزيز المهوس وهو الرئيس التنفيذي لمهرجان تمور بريدة حتى ناخذ تفاصيل أكثر. أستاذ عبد العزيز يعطيك العافية. أهلا وسهلا وسعد الله صباح الجميع وأهلا بكم في مدينة التمور في بريدة. طيب عبد العزيز بداية في أكثر من مهرجان تقام في السعودية خاصة بالتمور لكن مهرجان بريدة حقق تقريبا الصدارة. نبي نعرف هالسبب اللي وصلكم إلى ما وصلتم إليه. الحمد لله يعني كان هذا العمل يعني ثمرة 10 سنوات متواصلة. كانت يعني كل سنة أفضل من السنة اللي قبلها. بصراحة كان الداعم الكبير لهذا المنجز صاحب السمو الملك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز يوم أن كان نائبا لأمير منطقة القصيم شجع وبارك أول مهرجان للتمور وحضره في مهرجان مبسط بخيمة بسيطة حتى وصل ما وصل إليه الآن من الانتقال إلى الأصداء العالمية ولله الحمد. بالفعل وتستاهلوا. مدة المهرجان يعني في تفاوت في هذا الكلام. هناك اللي بيقول 35 يوم وفي اللي يقول 70 يوم. اشرح لنا هالفكرة. طبعا مهرجان تمور وبريدة هو مدة المهرجان اللي هي الحملة الإعلانية والتسويقية واستقبال الضيوف والوفود وورش العمل والتدريب ومدته 35 يوم بدأت من يوم 20/10 وحتى 25/11. لكن كسوق تمور مستمر لمدة 75 يوم تباع فيه جميع الأصناف. تأتي يعني بعض التمور تنزل بعد 15 يوم من الموسم وبعضها بشكل تدريجي. الآن تبدأ تنزل أنواع من التمور غير السكري بشكل أكبر. يبدأ ينخفض السكري وتبدأ أنواع أخرى. يستمر السوق مدة 75 يوم. جميل. طب أنت أخذتنا على أنواع التمور. أكثر أنواع التمور إقبال وأقلها إقبال. طبعا تشتهر منطقة القصيم في النوع السكري الفاخر. السكري تقريبا هو من مبيعات 90% من مبيعات مدينة التمور في بريدة. الأنواع الأخرى متقاربة بين نبتة علي بين رشودية بين أم الخشب بين رشودية يعني أنواع كثيرة تأتي 10% متقاربة. يعني المزرعة غالبا تأتي كلها سكري تلقى في 5 نخل 6 نخل تكون من أنواع نبتات أخرى. جميل. طيب خلينا ندخل على الأرقام. يعني أنا ذكرت أنه
2000 سيارة تقريبا تدخل يوميا محملة بألف طن من التمور إلى سوق التمور في بريدة. حتى هذه اللحظة كم عدد السيارات التي تدخلت، الكميات التي بيعت، الأرقام التي وصلتم إليها؟ طبعا حتى الآن وصلنا تقريبا 60,000 سيارة دخلت إلى سوق تمور بريدة محملة بأكثر من 50,000 طن. طبعا الكراتين يوميا ندخل أكثر من 300,000 كرتون، سعة الكرتون 3 كيلو. الحمد لله يعني بمقاس واحد وشكل واحد. المبيعات وصلت إلى الرقم النهائي تقريبا مبلغ مهول. كل 10 أيام احنا نصدر التقرير مالي. في 10 أيام الأولى 200 مليون ريال، 10 أيام الثانية حيث عاد الناس إلى يعني المنطقة من السياحة وعاد التجار بشكل، وكان ذروة السوق وصلت حتى 250 مليون في المنتصف العشر أيام الثانية. متوقع أنه يعني المبيعات مهرجان تمور في نهاية الموسم يتجاوز 1.5 مليار إن شاء الله. جميل. أنا لاحظت في المهرجان وجود عدد يعني لا بأس به من الشباب، هل هنالك يعني فرص وظيفية لهؤلاء الشباب تم تهيئتها من قبل المهرجان؟ طبعا بالتأكيد أول فرص العمل هي البيع مع دلالين السوق، يعملون كمحرجين، ككتاب، كمسجلين معلومات، كتنظيم، كمحاسبين مع الدلالين. الفرص الوظيفية مع الدلالين تتجاوز تقريبا 800 وظيفة. الوظائف التي يوفرها المهرجان بشكل مباشر سواء في إدارة المهرجان أو سواء في سوق التجزئة في التنظيم بشكل عام تتجاوز أكثر من 1500 وظيفة. وهناك وظائف غير مباشرة في المصانع سواء للنساء أو البنات بشكل عام في مصانع التمور. شكرا لك سعد علي. يعطيك العافية. شكرا لك. هذه نبذة موجزة عن مهرجان تمور بريدة. فيصل ومهيرة، احنا والله قد جاتنا ولا يا ريت. انا يعني مش عارفه اذا انت تقدر تشوف، بس احنا وصلتنا التمور من القصيم، وحابين نشكر القائمين طبعا. شايفنا الحمد لله. شايفينك بقلوبنا. شايف التمور كمان. عليكم بالعافيه. بس نحب نوصل تحيه. شكرا لك طبعا، ونوصل تحيه وشكر خاص كمان للقائمين على مهرجان التمور في القصيم على فعلا بالاخص محمد الرقيبه اللي تعبناه كثير والله في ايصال الموضوع، كان متابع الموضوع لما وصل لنا. أشكرك وسلامي لأهل القصيم. تكفى.